صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مدخلكم معايا الماريو. كنوجد راسي دغيا، راجلي كيتسناني في الطوموبيل. عتو خرجت بزز معطله، وزاد عطلني ولدي، شافني لابسه العبايه وانا صحابها مدخلاه يعني لشي بلاصه كيلعب. ساعات زدت في الطريق ولقيتو، المهم شافني بقى كيبكي، بقيت سكتو. كان مش خرجهم معايا لانه غادي داكشي تاع البنيان، راكم عارفين، من بلاصه لبلاصه، فيبقاو غير في الطوموبيله والصهد عندنا بزاف. قلت لهم يبقاو في الدار على راحتهم يلعبوا داكشي. المهم هاد المحلات وهاد البلاصه اللي غنمشي ليهم اليوم هما كتار اللي غاده ليهم. مي اول حاجه غنمشيو ان شاء الله نسنيو الكونترا اليوم مع الشركه اللي غتصوب لينا الكوزينه ان شاء الله، وغنديكم معايا. مهم وصلنا، اللي غدير معنا الميتينغ باقي عندها شي كليون اخر، باقي ما سالاش، معطلين عندها شويه. المهم قلت ندوركم في المحل تشوفوا اشنو عندهم. عرفت داكشي عندهم كيحمق، كل لون غزال اكثر من الاخر، الواحد صراحه كيحترمي. انا الحمد لله محدد لهم، مقرره قبل ما نجي عندهم من الاول الابيض، ما بدلتش رايي. كل مره كنجي كنشوف، لكن ندخل على الويب سايت ديالهم كيعجبني شي لون كنقول لا صافي انا الابيض هو البيض. المهم علاش دايره الكوزينه دابا بكري؟ يمكن شي حد يسولني. باقي الحال لانه باقي الدار ما سالاتش. الكوزينه هذه لانها خشب ما كيتصوبش، عندنا الخشب هنايا المعالج حراريا اللي هو خصو يكون خاص بالكوزينه اللي كيبقى لك للدوام، ما كيجرى ليه والو، كيتصوبش هنايا، كيتصوب غير في المانيا. فهذا كيدومونديه من المانيا، خصو شي شهرين حتى 3 شهور. سو داكشي علاش خصنا نساليو دابا معاهم، لان باقي خصهم القياسات وشحال من حاجه يديروها مورا ما نسمو الكونترا ان شاء الله. جينا عند مول الحمامات والساونا، كنت شايفه هاد الساونا ديك المره وشفت كذا محل ورات لهذا، لان هذا اللي عجبتني عنده، فيها دي زوبسيون زوينين، وكتحكمي فيها بالتيليكوموند وبهذا تشبكيها مع التليفون يو اس بي. فجينا نشوفوا القياسات باش عطينا الكتالوج باش نعطوه المقاول قادها لينا، قاد لينا بلاصتها والضو ديالها لانه عندها ضو خاص، الفول ديالها عالي وصافي. واخيرا لقيت محل القهوه قريب للمحل اللي حنا غادي ليه دابا. المهم غناخد دابا قهوه هنا وراجلي، مي غندوها معنا ماشي غنجلسو، وغندخل للمحل اللي حداه تاع الحمامات. كنختاروا الحمامنا الرشاشه ديالو لانها غتكون في السقف، والماكينه ديالها في الحيط الداخل، فخصنا نختاروها من دابا. راسي داخلي عيط داكشي كثير حيت راسي درهم. المهم اختارينا الحمد لله، خسرينا التواليت، عندها واحد البوكس كيجي في الحيط، واحد الماكينه وخصها تركب من دابا، طالبها لنا المقاول. المهم ساليناها، عرفتوا واحد الصهد، واحد الصهد راه بزاف، الطوموبيله ما بغاش تبرد. مكتوبه هنايا 40 درجه ولكن انا حاسه 50. المهم وقفنا هنايا، بيت حاجه بارده نشربها، نزل راجلي يجيبها، وكاينه صيدليه قلت ليه يدوز ياخذ ليا واحد الفيتامين ديال الشعر، ديجا صيفط السائق قبل وما لقاش ليا في فارماسي اللي حدا الدار. الحمد لله لقى هذه صراحه. سميتو كيقول لي ما كتعيش من لي فيتامين ديال الشعر. عطوا مع شحال هادي ما مشيت للصالون، ما قطعتو من حتى حاجه، وطوال فطوالي بزاف ما شاء الله، وخفيف فباغي نقويه اكثر داكشي. المهم هذا اخر محل اللي غناخذو منه داكشي تاع الجليج تاع الدار، وداك التخربيق تاع السيراميكات، ماشي سيراميك بورسلان. انا مختاره ديجا
ميراج اللي كيعاود تاني معاهم، كيفيريفي معاهم داكشي كله اللي مختارينه قبل، واش هو هذاك اللي حطوه، باش من يجي المقاول ما يغلطش، يكونوا عارفين اشنو حنا اختارينا. المهم عندهم داكشي زوين، عندهم جوج الفروع، حنا جينا دابا هاد الفرع، هاد الفرع انا اول مره كنجي ليه، كنت مختاره داكشي من الفرع الاخر ديالهم. شوفوا هاد الكوزينه شحال غزاله دايرين لها هكا، بالحق مودرن. انا الكوزينه اللي درتها كلاسيك، شوف شحال زوينة. هاد الحوض ولكن صغير، هذا شي يغسل جوج طباسل. ماماتهم زوينين، ممكن تاخدي فكرة، دايرين معرض زوين حاطين في داكشي، كتاخدي فكرة. مي انا ديجا صافي مختارة تقريبا كل شيء. لا بالحق باقي لي المغاسل. صافي شوفي هذه شحال كتجي زوينه، ولكن انا ما بغاش ندخل صراحه الالوان وندوخ، ماشي على داك الشيء اللي دار لي مهندس الديكور تنمشي عليه، واخا شويه خربقت في شي وحدين بقى كاع ما وريتهم لي، انت في شعره مسكين مهندس الديكور مني. كل شيء داك الشيء اللي رسموا لي تقريبا نصه ما درتوش، ما خديتوش. فاش كتجي تشري كتشوفي شي حاجه زوينه وكيعجبك شي سيراميك، تقولي صافي غندير هذا هنا، تتمشي تضربي داك الشيء اللي داروه هو سعيدي، كديري من راسك. هذه تي زوينه بزاف صراحه، ولكن كنحسها بحال تو ماتش مودرن، وانا ما عنديش مع شي حاجه سميتها القهوي. ما كنحملوش يعني الا درت شي حاجه فيها القهوي راه غا اه لا كان بوا البوا اه، لا كان شي حاجه فيها البوا اه كتعجبني، تكون قهوي اللون الطبيعي ديالو. شتو كي دايرين داكشي زوين عندهم صراحه، كل لون تشوفيه عنده حلاوته اكثر من الاخر. زوين، شوف هذا شحال زوين، بحال شي قطعه تاع الخشب. المهم واحد ملي كيجي ياخذ هادشي، واخا تيكون عارف شنو باغي، انا عارفه شنو باغا، وداكشي اللي باغاه هو اللي حطوا لي مهندس الديكور تقريبا يعني في الرسومات وداكشي، لكن ملي جيت داكشي كتير تيدوخ الواحد. المهم يلا راجلي تقريبا ساله، رجع للدار الدراري عصو من الصباح هما بحدهم. لما سالت هذه الكتبة نوريكم البورسلان الباركي اللي اختاريت الكوزينة، اخترت هذا الجري، ما اخترتش الماغون لأن الماغون كان عندي قبل داري الأولى، محمقني هذا الجري. رجعنا للدار واخيرا الدرا جايانا، ولدي قال لي والو البسكوي الكوكيز نكت قايله ليه البارح غنصوبو ليك، ونسيت صراحه انني قايلها ليه وصافي. فبديت كنصوب فيه دغيا دغيا، عيطت لهم اصلا في التليفون مني، ولدي عيط لي قال ماما امتى غتجي دير لنا كوكيز، تفكرت قلت لهم جبدوا لي الزبده باش تولي درجه حراره الغرفه. المهم جيت لقيتها واجده الزبده دغيا، خلط الزبده طبعا والبيض دغيا، خلط داكشي لان ضروري يكون درجه حراره الغرفه. ودابا راه كيختاروا الاشكال اللي بغاو القطاعات وصافي، ودغيا زربت عليه كما كيقولوا. وحاولت نصور لكم حتى هو، وغنحط لكم المقادير في صندوق الوصف، سهل بزاف يعني جو بونس كلشي ناس تعرفوه وصافي، يعني في نص ساعه الا كان عندك كلشي خارج نص ساعه صافي، تعطي لولادك ياكلوا. هنا ما كياخذش بزاف في الفران، تياخذ 10 دقائق تقريبا على 180 درجه وصافي دغيا دغيا. كتجمعي داكشي وكتبدي تقطعي فيه وتحطيه على ورق زبده وتلا الفران ثلاجه.
هاتو داخل دوختني الشمس اليوم. وتتحط على ورق زبده كما قلت لكم وتدخلوا على الفران. انا الفران ديجا عندي سخون لاني حاطه واحد الكيكه من يجيت. دابا نقول لكم علاش. المهم ها هو واجد. غندخل الطاوله الاولى 180 درجه من الفوق لتحت. تشوفوا بدات تحمر من جنب خرجوه. اهم حاجه تكون الكوزينه بارده باش يكون البسكويت بحال هكا قابض في راسو باش ملي تخرجوه من الفران تلقاو الاشكال باقا كما هي ما تخسرش لكم. وهذا هو البسكويت ديالنا. خرجت اول طاوه خرج بحال هكا غزال. انا كيعجبني معلق بحال هكا. والطاوه الثانيه حمرتها لان ولدي كيعجبو مقرمش. شتو الا شتو هنايا راه كاين جوج الالوان كاين اللي محمر وكاين اللي لا. داك المقادير اللي درت تتخرج جوج طاوات كبارين عامرين بحال هكا والاشكال كلها كبيره. هو اصلا خصو يتكلف قل من اسبوع ويتسدى ليه مزيان باش يبقى لك مقرمش وطعمو زوين. وصراحة بنين خاصو غير كويس القهوة ولا اتاي. المهم هذه هي الكيكة اللي قلت لكم وجدتها اليوم عيد الاب. وانا كنت معولة غنفيق الصباح نصوب شي حاجة. مي راجلي في الليل قال لي راه غدا الصباح غنمشيو نكملو داكشي ديال الدار. سو ما قدرت الصباح ندير حتى حاجة. المهم تزربت على هذه دغيا وخرجت كتحمق. خرجت بحال هكا زوينه وقلت نصورها نحطها لكم نشاركها معكم. كان صراحه زوينه كيكه عفاني سقيتها بالليمون وطلعت لك حم شونتي والفواكه راكم شفتوها الموسميه. خرجت غزاله صراحه. غزالتي وصلنا لنهايه الفلوق. نتمنى يكون عجبكم. شكرا على المتابعه ونتلاقى في الفلوق الجاي ان شاء الله.